اهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو الجديد الاسبوعي للنظره على الاسواق العالميه بالتعاون مع اوربكس دوت كوم. اذا الحدث الكبير والحدث الهام للاسواق العالميه قد انتهى من جديد، لكن المؤشر العام للدولار الامريكي اخيرا قد عاد ليتداول ضمن الخطه المرسومه له خلال الفتره الماضيه والتي ذكرناها خلال الفتره الماضيه في التقارير الماضيه. البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي قام برفع اسعار الفائده بواقع 25 نقطه اساس كما كانت توقعات الاسواق بشكل عام، لكنه ايضا أبقى توقعاته الاقتصادية المستقبلية دون أي تغيير يذكر بشكل كبير، لكن على الرغم من كل ذلك إلا أنه الدولار انخفض بشكل حاد خلال تداولات الأسبوع الماضي منذ أن تم الإعلان عن القرار. هناك العديد الذين أيضا سألوا بشكل أو الأسئلة وصلتنا بشكل كبير حول أسباب انخفاض الدولار على الرغم من الارتفاع الذي شهده معدلات الفائدة، وهذا الشيء الذي حذرنا منه طوالا خلال الأسابيع الماضية وفي التقرير الماضي وخصوصا حتى يوم الإعلان عن القرار، ومنذ الصباح أيضا أصدرنا تقرير سريع يتكلم عن أو التحذير من أنه رفع أسعار الفائدة لا يعني بالضرورة أن يرتفع الدولار مع هذه الأرقام مع قرار الفدرالي للعديد من الأسباب. لكن قبل هذه الأسباب نتحدث عن جانيت يلين. جانيت يلين قامت بفعل مهم جدا وأيضا قامت بعمل جيد جدا في هذا الاجتماع، خصوصا أنها قامت برفع أسعار الفوائد 25 نقطة أساس، أيضا لم تدعم الدولار بشكل كبير، كما أنه ضغطت على أيضا العوائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات وهو الشيء الأهم، بينما أسواق الأسهم عادت لنوع من الارتفاع الطفيف لكنه أيضا يعتبر مستقر، لذلك هذا الشيء الذي كان من المطلوب من جانيت يلين أن تفعله في هذا الاجتماع على الأقل. أحد الأسباب وراء الارتفاع الكبير الذي شهده الدولار يعود إلى أنه أحد الأعضاء لم يصوت أو التصويت لم يكن بالإجماع، أحد الأعضاء قد صوت ضد رفع أسعار الفوائد وذكر أنه يريد أن يبقي أسعار الفوائد على ما هي عليه، بالإضافة إلى ذلك حتى أنه لهجة الفدرالي أظهرت نوع من التشددية لكن بأقل مما كانت تتوقعه الأسواق، وهو الشيء الذي قلب الطاولة رأسا على عقب. أهم من كل ذلك في الوقت الحالي إلا أنه المؤشر العام للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي كان يريد فقط، كنا ننتظر أي نوع من الحافز الأساسي ليستمر وليشكل الكتف الأيمن لنموذج الرأس والكتفين الذي تكلمنا عنه طوال الأسابيع أو الأسبوعين الماضيين، وأيضا القرار الفيدرالي كان هو الحافز الأساسي لهذه التحركات، وهذه بالضبط أحد الأمثلة عندما تصل التقنيات مع أيضا الأساسيات في الأسواق، وهذا الشيء الذي يعطيك إشارة أكبر على الأسواق، لكن سنتكلم عن المؤشر العام للدولار الأمريكي لاحقا في هذا الفيديو. لكن الآن دعونا نتجه إلى المملكة المتحدة. البريكزيت أو الخروج من المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي سيتم عاجلا أم آجلا، وسيتم أيضا تفعيل المادة 50 من للخروج من الاتحاد الأوروبي قريبا وخلال الأيام المقبلة، غالبا حتى قبل نهاية الأسبوع المقبل وقبل نهاية الشهر أو الشهر شهر مارس الجاري. لكن الشيء المهم هنا في الوقت الحالي أنه الأسبوع الماضي قرار البنك المركزي وبنك إنجلترا المركزي لم يأتي بالإجماع، أحد الأعضاء صوت حتى لرفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع التضخم الذي شهدته أيضا أسعار أو أسعار المستهلكين ومعدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، وهذه أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الجنيه الاسترليني بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي. إذا كنتم تسألون أيضا هل سيتغير النظرة العامة للجنيه الاسترليني بعد هذا التصويت؟ نوعا ما لن تتغير، لأنه من جديد لدينا من جديد 9 أعضاء يصوتون لإبقائها، حتى أن هناك احتمالية لأن يكون لدينا من جديد والمزيد من التحفيز، خصوصا فيما لو مرة أخرى خرجت الاتحاد المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وسيكون لها ضغط على الاقتصاد من جديد، لذلك ارتفاعات التضخم قد تكون مؤقتة في الوقت الحالي بدليل أن الرواتب عادت للانخفاض، وعلى إثر ذلك لازلنا نتوقع أن يكون لدينا ضعف في عملة الجنيه الاسترليني خلال الفترة المقبلة. أما الاتحاد الأوروبي هناك الآن من جديد بعض الأحاديث تتحدث أو بعض التقارير تتحدث عن أنه سيقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفوائد قبل نهاية العام الجاري. يوم الخميس الماضي أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي ذكر بأنه البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع أسعار الفوائد على الودائع قبل نهاية برنامج التيسير الكمي، وهذا يعني أن الأسواق أيضا ستبدأ بتسعير رفع أسعار الفوائد من قبل البنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى أنه أيضا لا ننسى تخفيف التيسير الكمي سيحدث قريبا وفي أبريل المقبل، وهذا الشيء الذي لا زال يعتبر إشارة إيجابية بالنسبة لليورو مقابل الدولار ومقابل العديد من العملات العالمية، وهذا الشيء الذي قد يخفف ويخفف كثيرا من احتمالية أن يصل اليورو للتعادل مع الدولار الأمريكي، مع احتمالية كبيرة أيضا أن نشهد ارتفاع في اليورو بشكل كبير خلال العام الجاري.
اما بالنسبه لتداولات الاسبوع الجاري الجديد، هناك لدينا قليل من الارقام الاقتصاديه المهمه، لكن لا زالت ايضا احتماليه ان نشهد المزيد من التحركات في الاسواق. لدينا محضر اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي، لدينا قرار البنك الاحتياطي النيوزيلندي، والاهم من كل ذلك لدينا معدلات التضخم من المملكه المتحده من جديد، والتي ايضا في الغالب سيكون لها تاثير كبير على الاسواق. لكن الاهم من كل ذلك لدينا حديث لجانيت يلن يوم الخميس المقبل، والذي قد يكون اشاره جديده او حافز اساسي جديد لمزيد من الانخفاض في الدولار. لذلك هذه هي الامور التي اردنا الحديث عنها في بدايه هذا الفيديو، لكن الان دعونا ننظر نظره تفصيليه اكثر عن المؤشرات وايضا على الرسومات التقنيه لبعض المنتجات وبعض العملات وحتى السلع. بالاضافه الى ذلك اضفنا اليوم مؤشر داكس الالماني. بداية مع المؤشر العام للدولار الأمريكي كما هي العادة من جديد، ومبدئيا قد وصلنا أخيرا إلى مرحلة تكوين الكتف الأيمن لنموذج الرأس والكتفين الذي تكلمنا عنه طوال 3 أسابيع الماضية. الكتف الأيسر كان عند تلك المستويات عند حوالي 102 منذ تقريبا نوفمبر الماضي. الرأس طوال فترة ديسمبر وطوال فترة يناير من العام الجاري أيضا، ومن ثم شهدنا نوع من الانخفاض الآن عندما كان يحاول اختراق مستويات ال 102 وال 122، فشل في ذلك. لكن الحافز الاساسي لهذه الانخفاضات التي شهدتها كانت طبعا كما ذكرنا في بدايه الفيديو هو قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، والذي من جديد ضغط على الاسواق او ضغط على الدولار الامريكي من جديد لانه مسعره، وايضا كما ذكرنا في بدايه الفيديو العديد من الاسباب. لكن انخفاض الاسبوع الماضي يعتبر تاكيد لهذا النموذج، والذي ادى الى انخفاض دون متوسط 50 يوم دون متوسط 100 يوم. هذا الشيء الذي يعطينا المزيد من الإشارات لمزيد من الانخفاضات، لكن أفضل أن نشهد بعض التصحيح نحو الأعلى قليلا على الأقل 130 إلى 150 تقريبا، حتى نشهد نوع مرة أخرى من التصحيح قبل العودة للانخفاض على الأقل حتى مستويات 100 وحتى مستويات 99-35. طبعا كسر هذا المستوى يعتبر مطلوب لنشهد انخفاض واسع بالنسبة للدولار الأمريكي، إلى على الأقل قد نشهد حتى مستويات 98 وحتى تقريبا مستويات 97 بعد اختراق وكسر مستويات او متوسط 200 يوم، وايضا خط الاتجاه المرتفع على المستوى اليومي. لذلك النظر العام للدولار الامريكي لا زالت سلبيه، وايضا اصبحت اكثر سلبيه مع تحركات الاسبوع الماضي. بالنظر سريعا الى كل من الكيوي والاوزي او الدولار النيوزيلندي والدولار الاسترالي، شهدنا خلال الاسبوع الماضي مره اخرى عوده للارتفاع من نفس المتوسط الذي ذكرناه، هو متوسط 100 اسبوع على المستوى اليومي. على الرغم من انه شهدنا ارتفاعات واضحه، الا انه مؤشرات التشبع لا زالت نحو الاسفل، وهذا الشيء الذي يعطينا اشاره انه من الممكن ان نشهد بعض التصحيح نحو الاسفل قبل ان نشهد عوده للارتفاع من جديد. طبعا المؤشرات التقنيه معظمها تعتبر في حال من التخبط، هناك ايضا ارتفاع بسيط في مؤشر القوه النسبيه، لكن لازلت افضل ان ارى بعض التصحيح نحو الاسفل قبل الذهاب الى عمليات الشراء في الدولار النيوزيلندي نحو على الاقل مستويات 70-80، تعتبر مستويات يعني سهله الوصول اليها خلال الفتره المقبله. الدولار الاسترالي طبعا تفوق على الدولار النيوزيلندي لسبب ارقام اقتصاديه مهمه وقرار ايضا او حديث لرئيس البنك المركزي، والذي ذكر هناك احتماليه كبيره بان لا نقوم باي عمليات تيسير كمي جديده او اي عمليات تخفيف في السياسة الحالية، وهذا الشيء الذي نوعا ما أعطى دفعة كبيرة للدولار النيوزيلندي. من متوسط 50 أسبوع الذي شهدناه الأسبوع الماضي عدنا للارتفاع، هذا أول إغلاق نشهده كشمعة كاملة فوق المستويات المقاومة التي شهدناها خلال الفترة الماضية عند 76-76-70. الآن مستويات 77-20 هي الأهم، والتي لا زالت عائق أمام الدولار الأسترالي، فيما لو تم الكسر والاختراق فوق هذه المستويات هذا الشيء الذي يعتبر إيجابي جدا. لكن أفضل من جديد أن أرى بعض التصحيح لنشهد نوع من التفريغ لمتوسطات أو لمؤشرات التشبع على المستوى على الأقل على المستوى الأسبوعي وحتى على المستوى اليومي، لازالت أيضا هناك تشبع في عمليات الشراء. اليورو من جديد نخترق مستويات متوسط 50 يوم ومتوسط 100 يوم ونغلق كامل الأسبوع فوق تلك المستويات، وهذا الشيء الذي يعتبر إشارة إيجابية جدا. واقتربنا من مستويات 1.08، لكن الارتفاع الذي أو الانخفاض الذي شهدناه يوم الجمعة يعود لاستطلاعات الرأي في فرنسا، والتي نوعا ما مختلفة تكون دائما عن الولايات المتحدة الأمريكية. لكن مبدئيا لدينا حاليا احتمالية لأن نشهد بعض التصحيح، وهذا الشيء الذي ننظر إليه حاليا، بعض التصحيح بشكل طفيف جدا قبل أن نعود، وعمليات الشراء حوالي 196 من الممكن جدا أن نشهدها خلال الفترة المقبلة نحو مستويات 108، والتي من المرشح أن يتم اختراقها بعد فشلها في الاختراق على مدار تقريبا
منذ نوفمبر من العام الماضي شهدنا أول مرة، وشهدنا أيضا المرة الثانية كانت في يناير، الآن هذه المرة الثالثة. وفيما لو حدث ذلك، هذا الشيء الذي قد يرشح اليورو إلى مستويات 109 وحتى مستويات 110. الدولار مقابل الين كما ذكرنا الأسبوع الماضي كانت لدينا شمعة انعكاسية على المستوى اليومي، واستمرت هذه الشمعة وأيضا أثبتت جودتها، وشهدنا عودة للانخفاض بشكل كبير دون متوسط 50 يوم، دون متوسط 100 يوم. هذا الشيء الذي من جديد طبعا بدافع من جديد من المؤشر العام للدولار الأمريكي، هذا مرة أخرى لا زالت تعطي إشارات وإشارات أكبر لمزيد من الانخفاضات، لكن مستويات 111.60 أفضل أن أراها قبل أن نشهد أي نوع من التصحيح، والتي في الغالب ما سيكون لها أيضا دور كبير في مزيد من الانخفاضات، لكن المؤشرات التقنية لا تدعم ذلك بشكل كبير، لأنه على المستوى اليومي تشبع تقريبا، وصلنا إلى تشبع عمليات البيع، لذلك تصحيح بسيط نحو مستويات 113-113.50 قد تكون فرصة للبيع من جديد بالنسبة للدولار مقابل الين نحو مستويات 11.60. الجنيه الاسترليني طبعا على الرغم من انه لا ننسى انه الارتفاع في الجنيه الاسترليني ليس قوه في الجنيه الاسترليني بقدر ما هو ضعف في الدولار بشكل عام. عدنا للارتفاع خلال الاسبوع الماضي من مستويات الدعم المذكوره في التقارير السابقه هي 21.35، شهدنا 4 أو 3 أيام من الارتفاعات المتواصله، شهدنا ايضا محاوله لكسر واختراق متوسط 50 يوم و100 يوم لكن لم يحدث ذلك الى الان، لكن لا زال هناك احتمال ضئيل جدا بان نشهد 22.50 22.60، والتي افضل ان اشهد فيها عمليات بيع من تلك المستويات، على الرغم من انه النظره العامه سلبيه للدولار، الا انه من جديد الشيء المهم هنا انه الجنيه الاسترليني قد يكون اضعف العملات امام الدولار على الرغم من النظره العامه للجنيه الاسترليني بسبب طبعا البريكزيت او خروج المملكه المتحده من الاتحاد الاوروبي. الذهب عاد للارتفاع قبل ان يصل الى مستويات او مرحله او منطقه الشراء، وهي مستويات التصحيح باقي 50 و60 من على المستوى اليومي الذي شهدناها وذكرناها الاسبوع الماضي، لكن على الاقل اصبح لدينا الان خط اتجاه مرتفع على المستوى اليومي، اغلاق الاسبوع الماضي يعتبر ايجابي بشكل جيد جدا. الان نتطلع على مستويات 1241 تتبعها مستويات طبعا 1260، لكن مبدئيا اريد ان ارى مستويات 1240 قبل ان نشهد اي نوع من التصحيح بشكل كبير، عدا عن ذلك قد نشهد نوع من التصحيح نحو مستويات 1219 1220 ومنها افضل ان اعود الى الشراء من جديد. اسعار الفضه ارتفعت من جديد، لكن اسعار الفضه كانت في ضمن منطقه الشراء منذ بدايه الاسبوع الماضي، وهي ما بين نفس المنطقه 50 و60 61.8، وعدنا الارتفاع منها، اخترقنا متوسط 100 يوم مهم جدا، لكن فشلنا في اختراق متوسط 50 يوم، لكن الشيء المهم انه اغلاق يوم الجمعه كان نوعا ما ايجابي، وخصوصا انه لدينا شبه انعكاسيه ايجابيه على المستوى اليومي، هذا الشيء الذي يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات من جديد 17.50 وحتى مستويات 17.70 75 من الممكن ان نشهدها خلال الاسبوع المقبل. كما انه ايضا المؤشرات التقنيه تدعم ذلك، لذلك افضل شراء الفضه اكثر في الفتره الحاليه. اخيرا لدينا مؤشر جديد وهو مؤشر داكس او زترا داكس او اللي هو مؤشر داكس الالماني داكس 30. لا افضل من جديد الحديث عن الاسواق الامريكيه لانها وصلت الى مستويات جنونيه، لا افضل الحديث عنها حاليا، لكن افضل ان ارى نوعا ما المزيد من التصحيح نحو الاسفل في مؤشر داكس، وذلك من جديد لانه لدينا احتماليه لرفع اسعار الفائده على الودائع، وايضا الشيء الاهم سحب السيوله سيبدا من ابريل المقبل، لذلك هذا الشيء الذي سيضغط نوعا ما لانه مع قله في السيوله سيضغط نوعا ما على المؤشرات الاوروبيه، افضل ان ارى بعض التصحيح نحو الاسفل مستويات ال 12000 نقطه و50، ايضا حتى مستويات 12000 نقطه و20 ومستويات 12000، هذه المستويات التي قد تكون من الممكن ان نشهدها من الان حتى الاسبوع المقبل حتى نشهد اي نوع من التحركات الجديده في الاسواق. فمبدئيا هذه كانت بالنسبة للمؤشرات التقنية، وكما ذكرت لن نذكر الأسواق الأمريكية حاليا حتى نشهد تصحيح مقنع قبل الدخول في الأسواق من جديد. إذن هذا كان كل شيء لدينا في هذا الفيديو، شكرا للمتابعة من جديد. إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات أو أي نوع من التعليقات يمكنكم أيضا كتابتها في التعليقات وسنحاول الإجابة عليها قدر الإمكان. هذا كل شيء لدينا في هذا الأسبوع، شكرا للمتابعة من جديد، نراكم مرة أخرى في فيديو جديد الأسبوع المقبل.